ولحظة الضعف اللي انت مريت بها وين كانت؟ والله اصعب لحظة، اصعب لحظة بجد، يعني مجرد ما يجيب سريبها نبكي طول. سألني ابني الصغير، بابا وين ماشي؟ قلت له ماشي للفكهة. شو بدير يا بابا؟ قلت له نفسي اجيب سيارة يا ولدي بس رجل لك فيها. تعجلني معك يا بابا. قلت له بابا ان شاء الله بعدين نجيبها نجيب لك معي تركب فيها. كانت اللحظة هذي كل ما تخطر علي توجعني. شو ذنبي انا؟ شو درت؟ عبارة عن ماشي اجيب سيارة ركب فيها ولدي. لقى روحي بالعذاب والضرب والإهانة. لا إله إلا الله. ما نوصلين يا ناس، ما نوصل بعضنا، ما فيش بشر. اتقوا الله فينا يا ناس، اتقوا الله فينا. ما نمشي من الدنيا نبغى نعيش بس، لا نبغى نسلم ونقنع ولدنا. خذوا هالسياسة، خذوا هالكراسي، خذوا الدولار، خلنا نعيش. لا إله إلا الله. معقول ما فيش حد يسمع يا ناس؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا ناس عندنا عوين، لا إله إلا الله لمن ربوه. حسوا بينا لا إله إلا الله. ما اطمع لف مرسيدس، ما اطمع لف اكسين، ما اطمع لف شيء. عقرب سيارة فوزة بركي فيها ولد بفرح بيها. لا إله إلا الله، ما قدرت تطولها. شنو ذا؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.